في التعاون دائما وخلال زيارتي إلى تونس في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، استقبل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. اللقاء الذي كان سانحة لبحث الأوضاع في المنطقة سيما في الشقيقة ليبيا شكل أيضا فرصة لبحث علاقات التعاون بين البلدين التي ستعطى لها دفعا جديدا بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الجمهورية التونسية. لقد حظيت باستقبال من قبل السيد الرئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، وقبل كل شيء بلغت له السلام والتقدير من أخيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. زيارة اليوم إلى تونس هي دليل آخر على عمق الروابط بين بلدينا والأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز علاقاتها مع تونس في كل الظروف وفي كل الميادين. تطرقت مع السيد الرئيس بإسهاب إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين في كل المجالات، والتي ينتظر أن تعرف دفعة جديدة بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها إن شاء الله السيد رئيس الجمهورية إلى تونس في الفترة المقبلة. كما استمعت باهتمام كبير واحترام وتقدير إلى التحليلات القيمة للسيد رئيس الجمهورية بخصوص الأوضاع في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا، حيث جددنا في هذا الصدد التأكيد على أهمية التنسيق المستمر. التنسيق موجود حاليا والمتواصل بين الجزائر وتونس على كل المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. أود في هذا المقام أن أسجل بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين تونس والجزائر إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحالي باعتبار القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة للبلدين، وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار.